هاني وقفشه في توقيت طبعا بايخ شويه، لكن ممكن تكون فرصه للعيبه للعيبه تانية. تانية. طبعا يعني انا هي بشوف الفرصه مثلا ما بتجيش انه الا كده، بالظبط يعني هي كده، الفرصه ما بتجيش وعلى الا كده اللعيبه التانية انها كمان تستغل الفرصه، طبعا. صح ولا هنا ايه؟ كلاعب، هنا انت موجود داخل النادي الاهلي، انت ممكن تلعب اي وقت، وممكن يعني مباراه زي او مباراه ممكن حد يتصاب فيها، فتلاقي نفسك بتلعب سوبر مثلا في الدوحه امام نهضه بركان، حتى لو انت ما لعبش 3 4 مباريات. عشان كده على طول لازم تبقى محضر نفسك، حتى لو انت بره ال 18 المباراه اللي قبلها، هو لا انت ممكن في اي وقت ان انت هتلاقي نفسك داخل الملعب. فهنا زي ما بقول لحضرتك، اللعيب النادي الاهلي هو لازم يبقى عنده مقومات، لازم يبقى يتحمل الضغوط، يبقى عنده مسؤوليه، ان انا حتى لو 3 4 مباريات بره، بس ممكن في وقت هتلاقي نفسي، هلاقي نفسي في التشكيل الاساسي. وهنا الجماهير هتحكم عليك، هتقول لك ان انت خدت الفرصه وما وما مسكتش فيها. استغلتهاش. فهي دي، هي دي، انت داخل النادي الاهلي انت كل مباراه محسوبه عليك، كل بطوله محسوبه عليك، انت بتحط رجلك بيبقى عندك رصيد، الرصيد ده من كم المباريات اللي بتلعبها. ما ينفعش العب مباراتين ثلاثه كيرفي عالي وخمس ست مباريات كيرفي ينزل. عشان كده انا على طول دايما لازم كيرفك يبقى عالي، وهو ده اللي بيعمل قيمتك انت كلاعب والقيمه التسويقيه بتاعتك على مدار المواسم اللي انت بتلعبها. بتلعب 34 مباراه في الموسم، بتلعب 32، كده انت محقق درجه تارجت كويس. طول ما انت بتعدي ال 30 مباراه طول الموسم، انت قيمتك كلاعب بتبان، وخصوصا داخل النادي الاهلي. بقول النادي الاهلي على طول كل 3 4 ايام مباراه، كل 3 4 ايام بطوله، ايوه فعلى طول انت على طول في بطولات. هتلاقي في بين الموسم والموسم في فرق كتير بتريح، النادي الاهلي ما بيريحش عشان هو مشارك في 4 5 بطولات. صحيح. فهنا مهم جدا على ال 25 لعيب ان هم يبقوا جاهزين لاي وقت هيلاقي نفسه، ولما يحط رجله لازم يمسك في الفرصه. ماتش ام بي انا بشوفه ماتش 3 عصافير بحجر واحد. يعني اول حاجه طبعا وده المهم انك انت تحافظ على فرصك في بطوله الكاس. نمره 2 بشوفه تحضير، ده هيكون الماتش الاخير الرسمي الاهلي هيلعبه، مش عارف مستر موسيماني هيطلب وديات قبل ماتش الترجي، ما اعتقدش غامر مش عارف يعني، بس هو ده اخر ماتش على الاقل رسمي هيلعبه الاهلي قبل ما يسافر عشان يقابل الترجي، فبالتالي دي فرصه مع فريق محترم زي ام بي بيلعب كره محترمه انك انت برضو تقيس مواطن قوتك وضعفك، تشوف الحته اللي انت تحضر يعني الماتش الترجي مع في ماتش ام بي. والجزء الثالث انه تدي اللعيبه اللي كانت بعيد ومحتاجه هتكون جاهزه، يعني انت رجع لك في نهضه بركان اديت لحمدي فتحي واديت لعلي معلول، تدي لهم اكتر يحطوا رجلهم في الملعب اكتر عشان لو احتجتهم وغالبا هتحتاجهم في ماتش الترجي يكونوا حطوا رجلهم في الملعب خدوا فرصه اكتر. وما اعرفش مين ممكن يكون موجود كمان في ماتش ام بي الجهاز، يكون اعتقد ناصر مثلا، ناصر يعني ماهر ناصر ممكن ياخد في الماتش ده مكان قفشه، مكان قفشه، احمد رمضان بيكم لانه غالبا هاني مش لاعب ماتش الترجي الاولاني، يعني عندك فرصه انك انت تدي اللعيبه اللي ممكن تحتاجها في ماتش الترجي. ازاي بتشوف الاستغلال الامثل من وجهه نظرك للمباراه دي من مكان مستر موسيماني؟ هو مستر موسيماني زي ما معودنا ان هو عنده قوام اساسي ما بيغيرهوش، لكن ممكن يغير حوالي 3 أو 4 لعيبه. وزي ما قلت لحضرتك ان انت هنا لما بتغير ما بيبانش تاثير في طريقه اللعب، فدي برضه راجعه لمستر موسيماني ان هو مثبت طريقه لعب معينه معود عليها كل اللعيبه، ودي اللي كان في اول فتراته من بعد مستر فايلر مفتقدها شويه. لكن دلوقتي اللعيبه فهمت هو عايز ايه، طريقه اللعب اللي بيلعب بيها ازاي، بعد ربع ساعه بيعمل ايه، بعد نص ساعه هنعمل ايه. فمستر موسيماني مميزاته ان هو بقى بيقسم المباريات كويس، لكن مع مباراه انبي اكيد بطوله مهمه. وهنا زي ما قلت لحضرتك لعيبه النادي الاهلي بتعرف تفصل كويس، لان اكيد بطوله هتبقى مهمه. أيوة. هيشتغلوا عليها كويس، لكن ما يميز النادي الاهلي ان انت طريقه اللعبه ما بتتاثرش بالتغييرات. هنا عندك رمضان بيكهام لما بيلعب بيأدي نفس الدور بتاع هاني، علي معلول بعد ما رجع هيأدي الدور اللي عليه وزياده ويبقى مفتاح.